السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة نكلمكم على جهاز لحام ارك 250. الجهاز جهاز منزلي بسيط محمول، اقدر انا اتحكم فيه واقدر اوصله على الكهرباء العادية عندي 220. الجهاز عبارة عن شكل مسدس زي ما حضراتكم شايفين، والمقبض المكان اللي بتشاور عليه ده الشاشة الرقمية اللي هو بيظهر عليه الأمبير نتيجة تحريك الزر ده. طبعا الزر بيتحرك إلى الأعلى وإلى الأقل، يعني ممكن أتحكم في التيار وممكن أقلله، والمسدسات اللي موجودة بتبقى فيه منها أنواع في الأمبير، لكن المسدس اللي عندي ده إلى 250 أمبير. المكان اللي هي بتشاور عليه النحاس ان انا بركب فيه السلكة وببتدي اقبض عليه بالجزء الاحمر ده، ادوس على السلكة عشان اتحكم فيها. طبعا ده الارضي وهو بيبقى واصل مع الجهاز، وده كابل الباور اللي انا بركبه على طول على الفيشة 220. مجرد ما بركب السلكة وبضغط على الزر او على اليد الحمراء عشان اقدر اتحكم فيها، في مكان في الجنب ليه بقدر اوصل على طول التيار الكهربائي ليه مباشر عن طريق الضغط على مفتاح الباور. هي ضغطت اهي على مفتاح الباور، الصوت اللي انا بسمعه ده صوت المروحة، مروحة التبريد. هظبطه بقى على الامبير اللي انا عايزه، سواء 120 150 حسب قطر بتاع السلكة، لان كل واحد ملي بيناسبه من 30 ل 35 امبير. وببتدي اجري عمليات اللحام العادية بيه، وهو بيعتبر من الاجهزة المنزلية اللي بينصح بيها للناس اللي هي بتبقى غاوية يكون عندها نوع من انواع العدد. ونتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.